بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم أطيب التحية ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج أفلا يتدبرون القرآن. وعنوان حلقتنا لهذا اليوم تتم للحلقة الماضية من أنواع النعم القسم الثاني. وقبل البدء أعزيكم وأعزي عالمنا الإسلامي وعلماءنا ومراجعنا العظام، وقبل ذلك صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، بذكرى وفاة السيدة الطيبة الطاهرة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها، والدة أبي الفضل العباس عليه السلام وإخوته سلام الله عليهم، تلك المرأة الوفية، تلك المرأة المضحية التي آثرت وقدمت أولاد الزهراء عليها وعليهم السلام على أولادها سلام الله عليهم، ويعني صارت مثالا يقتدى به في الإيثار وفي احترام أولاد المرأة الأخرى التي يسميها الناس الضرة، ويعني قدمت قرابين، ومع ذلك فيما يؤثر ويروى لم تبكي على أولادها كما بكت أو بمقدار ما بكت على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. موضوعنا يبدأ إن شاء الله تعالى معكم في حلقة اليوم بالآية 79 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات سبقت الإشارة بإيجاز في الحلقة الماضية إلى قول الله عز وجل ألم يروا وقرئ ألم تروا على الخطاب أنتم يعني ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء مسخرات في جو السماء يعني مسخرات حيث يريد الله سبحانه وتعالى لا التسخير بالمعنى أنهن مسلوبات الإرادة والحرية لا لا أبدا الطائر يعني يمثل أرقى أنواع الحرية والتحرر من القيود لكن مسخرات يعني الطيران والهبوط والتحرك و كل ما يتعلق بهن هذا بتدبير الله تعالى مسخرات أي الله سبحانه وتعالى جعلهن على هذه الكيفية والجو هو أعلى الهواء وجو السماء يعني الهواء الموجود في الأفق طبعا الهواء يأتي بعده السكاك يأتي بعده طبقات عندنا ودرجات من الهواء والطائر لا يصل إلى تلك المناطق البعيدة جدا يعني مهما بلغ من العلو فهو في جو السماء وهذا أيضا إعجاز علمي أن الطائر مثلا لا يصل إلى ما تصل إليه المركبات النفاثة لماذا هناك ضغط جوي هناك تغير الطائر يحتاج إلى التنفس يحتاج إلى أن يطير في منطقة تساعده على الحركة بدون تضييق بدون ضغط إضافي فالقرآن قال في جو السماء هذا أولا ثانيا يقول تبارك وتعالى ما يمسكهن إلا الله وما يمسك تأتي لمعنيين ذكرنا المعنى الأول في الحلقة الماضية وهو أنه ما يمنعهن من الطيران إلا الله سبحانه وتعالى بفعل معين القول الثاني أنه ما يمسكهن الطائر ما الذي يمسكه في جو السماء لما لا يسقط إلى الأرض الطائر حتى الطيور التي يكون صفيفها أكثر من رفيفها وهي عموما علامة الطائر الذي لا يؤكل يعني الطيور التي لم ينص عليها نص بالاسم هذه محرمة أو هذه محللة ينظر كقاعدة يعني ينظر إلى صفيفها ورفيفها إذا كان الصفيف أكثر من الرفيف فهذه علامة وإذا كان الرفيف يعني تحرك الجناحين أكثر من الصفيف هذه علامة أخرى فالطائر تنظر إليه محمولا على الهواء بمساعدة الجناحين الذنب الجسم الخفيف العظام الخفيفة كل هذا لكن هذا وحده ليس كافيا من أن يجعلها لا تسقط بحيث يمسكها هنا القرآن الكريم يقول إلا الله بعبارة أخرى
الآن أنت لو أخذت حجرا أو صنعت طائرا بيديك من طين ورميته في الهواء، ما تستطيع أن تمسكه وتمنعه من السقوط. لا، أيضا إما أن تأخذه الريح فيذهب جفاء، وإما أن يسقط بالنتيجة يعود إلى الأرض بفعل الجاذبية، جاذبية الأرض، وبفعل أن هذا الشيء لا يستطيع أن يتحكم. لكن الله سبحانه وتعالى أمسك هذه الطيور كما جعل الأرض مستقرة بغير سند، لا تستند على شيء، شأنها شأن الكواكب الأخرى، وجعل السماء مرفوعة بغير عمد، كذلك جعل هذا الطائر يطير بهذه الحرية وبهذه الراحة التامة، ويمنعه من السقوط، لا يجعل الجاذبية تؤثر عليه بحيث يسقط، بحيث ينجذب، لا، يطير براحته. وسبحان الله، يعني أعطاه خصائص تساعده في الطيران، أنه يستطيع أن يحرك رأسه إلى الجهات جميعا، لديه دقة في النظر، يستطيع أن يعني يناور إذا تعرض له من الطيور الجوارح أو الصيادين أو غير ذلك. فمن الذي أعطى كل هذه الأشياء وأعطى غيرها للطائر غير الله تعالى؟ أبدا، لا أحد غيره يستطيع أن يفعل ذلك أو بعضا من ذلك. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. المؤمنون أولى بغيرهم أن يعتبروا ويستدلوا على وحدانية الله تعالى، على قدرته، هم أولى من غيرهم، لأن غير المؤمن قد يبهر وقد يعتبر، لكن يقول الطبيعة، يقول الصدفة، يقول. فالمؤمن أولى بالاعتبار من غيره. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، طبعا بيوت فيها لغتان، بيوت بضم الباء على زنة فعول وهو الأصل، يعني بيت وبيوت وشيخ وشيوخ من ذوات الياء، يعني العين تكون ياء، ومن غيره تقول سطر وسطور بهذا الوزن، ولغة ثانية بكسر الباء لمناسبة الياء بيوت، وبها يقرأ ابن كثير وغيره، وقرن في بيوتكن، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، هكذا القراءة الثانية. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، السكن بفتح الكاف، طبعا السين مفتوحة، بفتح الكاف، سكن صيغة فعل، هو ما يسكن يعني البيت والدار. فإن سكنت الكاف، جعلتها ساكنة، سكن على زنة فعل، فهو أهل الدار الساكنون فيها. وهناك رواية عندنا في الأحاديث النبوية الشريفة أن هذا مثلا يطعم سكنا، أي أهل الدار. وسمي سكنا أو سمي سكنا لأنه من معنى السكون، الإنسان يعمل ويسعى ويتحرك، فإذا جاء إلى بيته سكن وصار ساكنا، إما بالجلوس وإما بالنوم وإما بالاسترخاء، فهو محل سكون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، طبعا جلود الأنعام، الأنعام تشمل الإبل، والإبل بنوعيه، والبقر بنوعيه، والضئن بنوعيه، الغنم بنوعيه، يعني الضئن والغنم والماعز، كل هذا يدخل في الأنعام. فالإنسان يستفيد من جلودها، والقرآن سمى هذه الاستفادة بيوتا لأنها إما يعني قباب أو خيم متنقلة، الإنسان يستعمل هذه الجلود وكذلك يفترشها، يعني يجعلها أثاثا في البيت كما سيأتي. فالله سبحانه وتعالى كما جعل لنا من البيوت التي هي تبنى من الطين،
من الحجر، من الطابوق، من الآجر، البيوت المعمارة من القصب بحسب كل منطقة وحسب طبيعة السكن ونوع البيوت، هذا سكن. وكذلك جعل للناس بيوتا من جلود أنعامهم، يعني الـ 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 الأنعام لا يكتفون بمثلا شرب لبنها أو بذبحها وأكل لحمها، بل يستفيدون من جلودها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، ولا يكاد يوجد شيء منها إلا ويستفيدون منها، وهذا من نعم الله تعالى. ولكن كما قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فيوم الظعن يعني أن يكون ظاعنا، أن يكون منتقلا متنقلا. عادة الناس كانوا في حل وترحال بحثا وراء الماء والعشب، لأن الماشية تموت وهم يموتون عطشا، فحيث تكون المناطق باردة فيها هطول الأمطار فيها مياه متوفرة يرحلون إليها، إلى أن يأتي المطر مرة أخرى إلى المنطقة الأولى التي هاجروا فيعودون إليها، وهكذا هم في حل وترحال. فيحتاجون إلى جلود الأنعام يصنعون منها هذه القباب التي تقي الخيم من المطر ومن غير ذلك. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها خفيفة، لأنه البيت الثابت صعب نقله إذا كان مبنيا من الطين أو من يعني الجص والآجر أو من الحجر أو غير ذلك، يصعب نقله. لكن هذه البيوت التي من جلود الأنعام سهل نقلها، تستخفونها، ترونها خفيفة يوم ظعنكم. وطبعا هذه القراءة المشهورة، قراءة أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي، ووافقهم ابن عامر الشامي بسكون العين ظعنكم. وقرأ الباقون من السبع الثلاثة الباقون أبو عمرو ونافع وابن كثير المكي، قرأوا ظعنكم بفتح العين أيضا، فيها لغتان ظعن وظعن، مثل نهر ونهر، هي لغتان. البعض يرى أن التحريك أسهل فيحرك العين، العين أقصد الحرف الثاني من الكلمة، وبعضهم لا يميل إلى الإسكان فيقول نهر وشعر وظعن، والباقي يقول شعر ونهر وظعن، وهكذا. يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، حين تكونون مقيمين مستقرين وحين تكونون ظاعنين. ومن أصوافها أصواف الغنم، وأوبارها أوبار الإبل، وأشعارها أشعار الماعز أثاثا. والأثاث هو الخير الكثير، وطبعا يستعملون منها فرشا و يعني يفترشونها ويصنعون منها أشياء أخرى يحتفظون بها بأشيائهم، ويؤثثون يعني كما نعبر اليوم الأثاث، يؤثثون البيوت بيوتهم، لأن الجلود تستعمل للخيام، للقباب للخيام أو قباب. لكن الشعر لا، أثاث، وحتى يستعملون منه الملابس، الملابس من الصوف ومن غير ذلك. فكل شيء من هذه الأنعام لهم فيه فائدة. ومتاعا إلى حين، تتمتعون بكل شيء فيها من لحومها من ألبانها من هذا الأثاث إلى حين. فيه ثلاثة أوجه، إلى حين يعني إلى يوم القيامة. هذه سنة الله تعالى في خلقه وفيما خلق لهم من الأنعام. القول الثاني: إلى حين، إلى حين موتكم، إلى أن يموت الإنسان تنقطع استفادته من هذه الأنعام. القول الثاني: إلى أن تموت الأنعام. الثالث: إلى أن هي تفنى وتموت تنقطع استفادتكم منها. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، ظلال بالضاء يعني أخت الطاء، هي ما يستظل به، لأن الله سبحانه وتعالى وازن بين خلقه، كما خلق شمسا فيها حرارة، لأن هذه الطاقة
لابد أن تتوفر فيها هذه الحرارة، ولولا هذه الحرارة الموجودة لهلكت الكائنات. الكائنات تحتاج إلى الحرارة، ولكن الحرارة قاسية، فالإنسان يحتاج إلى ظلال، إلى ظل يستظل به في بيته، يستظل بالبيت، لكن إذا خرج يحتاج إلى ظلال. لذلك كان يعني من الفوائد المهمة لكثرة الأشجار في البلاد أو في أي بلد هي أن يستظل بها الإنسان، وتكون له صدقة. إذا شجر شجرة، يعني عفوا غرس شجرة واستظل بها إنسان من شدة الحر، يكون له به ثواب وأجر وصدق. وروي حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في هذا الخصوص: أنت في منطقة جرداء مررت بها، تقول هذه أزرع بها كم شجرة، يعني بين مسافة ومسافة، يستظل بها طائر من الحر، كائن من الكائنات البرية، إنسان يحتاج إلى الظل في قسوة الحر فيستظل بها. كل ذلك لك به صدقة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل كثيرا من خلقه فيه فوائد الإنسان لا يشعر بها، ومنها أن يستظل الإنسان بالشجر وبالجبال وبالعروش، البنايات المرتفعة والقصور، كل ذلك يساعد على أن يحتمي الإنسان من الحر. فيقول تبارك وتعالى: والله جعل لكم مما خلق، من خلقه من الجبال، مما علم الإنسان أن يبنيه من الأبنية، من الأشجار، ظلال يستظل بها إلى أن يستعيد طاقته، أو يقترب وقت العصر أو المغرب، بحيث يستطيع أن يواصل عمله ومسيره. وجعل لكم من الجبال أكنانا، ليس فقط أن تستظلوا بفيء الأشجار أو بظل الأشجار، لا، جعل لكم من الجبال أيضا. نذهب إلى فاصل ثم نعود، تابعونا بعد فاصل قصير. جدد رواية الحزن عهدا، واندب المرأة التليدة مجدا، وانشد الشعر بالأنين بكاء، في التي ناصرت حسين المفدى، قدمت صفوة الكرام فداء يوم عاشور حين واسته ولدا. هي أم البنين طابت عطاء، ولبنت النبي كانت مودة، ناصرت ثورة الحسين إماما، وفدت دونه البواسل أسدى. يوم عباسها أعز البرايا، رابط الجأش للجيوش تحدى، في الوغى بدد الجموع ذئابا، وأزاح العدا عن الماء وردا، واشتهى الشرب ظامئا وجفاه، كيف يروي الحشا ويبرد كبدا، والحسين الحبيب يرجو مجيئا لأخ ذاب في الفضائل عبدا. نعمت عين من حبته وفاءً،
ورضا عن بكل نبل تبدى. فلمثل العباس تدنو رقاب، وإليه خير الأزاهير تهدى. ولأم العباس زوج علي أجمل الشكر وارفا لن يعدى. هي جادت بأربع هم بنوها ثلة الطهر والمضحون وجدا. أمة الله يا علاها مكانا مع طه وفاطم هي سعدا. في جنان عباس فيها عظيم حاز فيها المنى وخيرا مردا. تظهر لكم الآن الأرقام على الشاشة وبإمكانكم أن تتواصلوا معنا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أشياء تستظلون بها، وجعل لكم من الجبال أكنانا، والأكنان جمع كن، وهو شيء يستكن به، شيء يحتمي به الإنسان. وفي موضع آخر قال تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا، وتنحتون الجبال بيوتا. لماذا؟ لأن الجبل بحد ذاته هو يعني واقي، وفيه كهوف وفيه مغارات، وأيضا إضافة إلى ما هم اتخذوه من البيوت وأمثال هذا، فيستكن فيها، يلجأ فيها الإنسان عند المخاطر، عند البرد الشديد، عند الحر الشديد، يلجأ إلى هذا المكان. وجعل لكم سرابيل، السرابيل يعني القمصان وأمثال هذا، يرتديها الإنسان. علمهم كيف يصنعون هذه الملابس، سميت ملابس لأنها تلابس البدن، ملبس ولباس وملابس لأنها تلابس البدن، وتسمى قمصان وتسمى سرابيل. وجعل لكم سرابيل تقيكم، طبعا سرابيل ممنوع من الصرف لذلك لا ينون. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وخص الحر دون البرد. المفروض الملابس تقيك من الحر ومن البرد، القمصان وغيرها، فلماذا خص الحر ولم يذكر البرد؟ وحاجة الإنسان إلى الملابس في البرد أكثر من حاجتي إليها في الحر. في الحر ربما يخفف الملابس، فمع ذلك جعلها للحر، يعني ذكر خصها بالحر وخص الحر بها ولم يذكر البرد، لواحد من سببين والله تعالى أعلم. الوجه الأول أن القوم الذين خاطبهم أول مرة هم أهل حر لا أهل برد، يعني ما يعرف البرد يأتيهم، ما يعرفونه إلا أيام قليلة، ولكن عموما هم أهل حر، فذكر لهم ما هو معروف عندهم أكثر. يعني حتى عندنا في العراق مثلا، يعني البصرة لا تكاد ترى فيها بردا إلا أيام معدودة، يعني حتى في الشهر الثاني إذا كانت الشمس ظاهرة والسماء صافية أنت ربما تستغني عن بعض الملابس، وأنت في الشهر الثاني الذي هو شباط، الذي هو أكثر الأشهر برودة. ف
فخصهم بهذا، ولأن القرآن نزل في منطقة الجزيرة، يعني الجزيرة القريبة من البصرة وفي الحجاز يعني، فهم أهل حر، فخصهم بما هم يعني يتقونه أكثر. الوجه الثاني ذكر أحد الشيئين واكتفى به، فيكون الثاني مدلولا عليه بالأول. يعني العرب كثيرا ما تستعمل أحد النقيضين وتكتفي به عن ذكر الآخر، فيذكرون الخير ويريدون الخير والشر، ويذكرون مثلا الحياة ويريدون الحديث عن الحياة والموت، ويذكر مثلا يقول ذهبت طلبا للخير وأتقي شرهما، يعني أيهما أكثر شرا، ويقصد الثاني الشر يعني، وهكذا. فذكر الحر لأنه الذي يتقي بالحر، فمن غير المعقول أنه لا يتقي بالملابس وبالقمصان من البرد، فاكتفاء بالحر. تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، البأس الحرب، والسرابيل التي تقي من البأس من الحرب يعني هي الدروع، ودروع يعني، فالقمصان هناك في الحر والبرد، وهنا الدروع هي أيضا سرابيل يتسربل بها الإنسان عند الحرب، تقيه من السهام من أمثال هذا، فهي أيضا سرابيل، كما قال تعالى في الحديث عن داود صلوات الله وسلامه عليه وعلى سليمان: وعلمناه صنعة لبوس، لبوس يعني تلابس البدن، الدروع يعني صنعة لبوس، الدرع تلابس البدن. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. هنا قد يسأل سائل لماذا تكرر الفعل جعله، مع أنه يمكن أن يعطف جعل لكم ظلالا ومن الجبال أكنانا وسرابيل إلى آخر، لماذا يكرر الفعل جعله؟ لاختلاف المجعول، يعني ليس من جنسه. الظلال ظلال الأشجار، نعم معنا اتصال من ذي قار، الأخ كاظم تفضلوا. عندي سؤالين. تفضلوا كاظم. سؤال، نعم نعم، سؤال الأول نعم على قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أعطيناه في إمام مبين. نعم. السؤال الثاني، هل كان الإمام علي شاعر؟ هل وما الدليل على شاعريته؟ هل كان الإمام علي عليه السلام شاعرا؟ ايه نعم، شكرا لكم. وما الدليل؟ نعم حياكم الله، شكرا لكم. نعم. إذن والله جعل لكم مما خلق، مما أصلها من ما، مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، فالأشجار جنسها يختلف عن الجبال، فتكرر الفعل جعله، لأن هناك مما خلق يستظل بالأشجار وأمثالها من الأبنية، لكن الجبال نوع آخر، هذه أوتاد الأرض، وهذه بناء طبيعي، وهذه طيب. وجعل لكم سرابيل، القمصان جنس آخر، فاقتضى تكرار الفعل جعله. وجعل لكم سرابيل تقيكم بأسكم، هذه الدروع، والدروع تختلف عن القمصان العادية، فالاختلاف المجعول تكرر الفعل جعل، والله تعالى أعلم. كذلك يتم نعمته عليكم كما جعل لكم الظلال والأكنان والسرابيل التي هي قمصان، والسرابيل التي هي الدروع، هذا كافي للتشبيه. كذلك يعني كهذه الأشياء التي ذكرت يتم الله نعمته عليكم، والنعمة هنا نعمتان: نعمة الحياة بما فيها من الصحة والسلامة والعافية والأمن وغير ذلك،
والنعمة الأهم والأكبر نعمة الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وليتم نعمته عليكم. ونعمة الدين أهم من نعمة الدنيا. لماذا؟ لأن نعمة الدنيا زائلة وفانية مهما عظمت. قل لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الغسل والكفن؟ الملوك والأغنياء والتجار والعظماء تركوا الدنيا وما أخذوا معهم غير الغسل والكفن. نعم، اتصال من واسط الأخ أبو علي. أبو علي تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أبو علي، تفضلوا. دكتور ياسين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين. نعم، من هالشخص هذا؟ هو رب الجمال حسين شيخ ساي هاي. العفو، عيد للسؤال، وجعلني من المكرمين، شنو المطلوب؟ نعم نعم نعم، السؤال عن اي شيء في هذا المقطع القراني؟ اشكرك اشكرك. طيب، على كل، نعم طيب، انا معك منتظرك، تفضل. تسأل عن المكرمين أم تسأل عن هذا الشخص الذي قال وجعلني من المكرمين؟ نعم دكتور، نعم 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 نعم. تسأل عن الشخص؟ لا، الشخص الشخص الشخص. جيد جيد، من هو؟ وصل السؤال، حياكم الله، شكرا لكم. الشخص الشخص. نعم، وصل السؤال، حياكم الله، شكرا لكم. نعم، شكرا لك أخي الكريم. كذلك يتم نعمته عليكم. ونعمة نعم الله تعالى على من بغداد الأخ أبو أحمد، تفضلوا. السلام عليكم. ألو. نعم أبو أحمد تفضلوا. سؤالي يندرج تحت أستاذنا فاضل. نعم، شوي ارفع الصوت أبو أحمد. السؤال الأول، آية 36 من سورة يوسف المباركة. نعم. شو يقول؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله يوم بالآخرة هم كافرون. نعم. هو ترك عن يعقوب، أبي يعقوب تركه، ليش يقول هنا تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله؟ طيب، السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، سورة الزخرف المباركة آية 18. نعم. آية 18، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تفسير. نعم. هذا الأمر عليك. حياكم الله، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لله، شكرا لله. شكرا لكم، الآن تأتيكم الإجابة إن شاء الله تعالى. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، ولم يقل لعلكم تؤمنون، لأن الإسلام هنا المقصود به الانقياد التام، كما قال الله تعالى لنبيه وخليله إبراهيم صلى الله عليه وآله، قال إذ قال له ربه أسلم، وهو نبي، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فلما أسلم وتله للجبين حينما أراد أن يذبح إسماعيل صلوات الله عليهما. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي منقادون كل الانقياد لله تعالى ومسلمون أمركم لله تعالى. وقد يراد بها الإسلام بكل تفاصيله، من الإسلام إلى الإيمان إلى آخر التفاصيل. الأخ كاظم من ذي قار، السؤال الأول، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فيه قولان أخي الكريم. القول الأول وهو الذي عليه جمهور المسلمين القرآن الكريم، لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء محصى في هذا الكتاب. القول الثاني هو الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني مدينة علم كاملة
ولها باب واحد وهو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، فمن أراد المدينة والعلم والحكمة فليأتها من بابها. فكل شيء تريدون أن تعرفوه من العلوم الدينية والدنيوية موجود في هذه المدينة، وهذه المدينة لها باب واحد هو الإمام علي عليه السلام. فكل شيء أحصاه الله تعالى في قلب هذا الإمام، وكان صلوات الله عليه يقول سلوني قبل أن تفقدوني، فلا أنا أعلم بطرق السماء منكم بطرق الأرض، سلوني قبل أن تفقدوني، ها أن بين جنبي علما جما لو أجد له حمله، ولأمه كيلا بغير ثمن لو أجد له وعاء، وهكذا. شكرا لك أخي الكريم. سؤالك الثاني، هل كان الإمام علي عليه السلام شاعرا؟ أن يكون الإمام عليه السلام شاعرا بمعنى الشعر؟ لا، لأنه هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول صلى الله عليه وآله كما قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أما أن يقول قولا يعني عفويا أو إرشاديا يكون موزونا، هذا ليس عيبا، ففي القرآن الكريم آيات موزونة، لكن ليس على سبيل الشعر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما علمناه الشعر وما هو بقول شاعر، لكن آيات مثلا والعاديات ضبحا هذا موزون، ومما يعني ومن قبيح ما قال أبو نواس خط في الإرداف بيت من بديع الشعر موزون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جعل ذاك بيتا وهذا بيتا وهو موزون لكن لا على سبيل الشعر، لا هكذا جاء من يعني بالعفوية جاء موزونا، ولأن العرب كانت تجيد هذا فصار جزءا من كلامها، والبعض كان ما يعد الهزج والرجز ما يعدهما من بحور الشعر لأنهم يستعملونه في الحرب وفي يعني الحداء مع الإبل، يعني كجزء من كلامهم، كان جزءا طبيعيا لا يتجزأ من كلامهم. فما روي عن الإمام صلوات الله عليه في الحرب أنا الذي سمتني أمي حيدرة وأمثال هذا، هذا ليس شعرا خياليا كما قالوا أعذب الشعر أكذبه، لا، ذاك له بحور خاصة وله، لكن روي عنه صلوات الله عليه شعر حكم كله حكم، مثلا اصحب خيار الناس تنجو مسلما ومن صاحب الأشرار يوما سيجرح، ونسب إليه وإلى الإمام الشافعي كثير من هذا الشعر، يعني تارة تجده منسوبا إلى الإمام علي صلوات الله، تارة ينسب إلى الإمام الشافعي وغيره. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول الزمان. من هذا هذا ليس شعرا بالمعنى، لأن الشعر عبارة عن خيال يعني يذهب بك إلى حيث. نعم الأخ حسين من كربلاء تفضلوا. أنا ويانا برنامج القرآن على قناة كربلاء. شوية صوتك مو واضح. نعم حسين، برنامج القرآن على قناة كربلاء. يعني هذا البرنامج يعني ولا؟ نعم نعم كما ترى على قناة كربلاء. عندي سؤال بالي. نعم تفضل. نعم انقطع الصوت. نعم نعتذر للأخ حسين. نعم والبعض قال لم ينسب إلى الإمام عليه السلام إلا بيت واحد صح عنه صلوات الله عليه، والبعض روى عنه. على كل، الأخ أبو علي من واسط، وجعلني من المكرمين هذا مؤمن الذي في 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 سورة ياسين وجاء من أقصى، يعني مؤمن آل ياسين وهو حبيب النجار، هو الذي جاء من أقصى المدينة وقال يا قوم اتبعوا المرسلين، هذا حبيب النجار مؤمن آل ياسين. عندنا الأخ أبو علي من بغداد، تركت ملة قوم ترك ملة أهل مصر، يعني ما التزم دينهم وإنما اتبع ملة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، تركت يعني لم أتدين بدينهم، تركت لا يعني خلفت خلفي، تركت لا لا لا،
الترك يعني عدم فعلك، عدم فعلك الشيء، هذا الترك، اتركه يعني لا تفعله، هذا معناه. تركت دينهم يعني لم أتدين ولم أتعبد بدين أهل مصر، تركت دينهم، رفضته وبقيت على ملة آبائي الأنبياء صلوات الله عليهم. سؤالك الثاني وهو في الخصام غير مبين، أن قيل هو النساء أو من ينشأ في الحلية، المرأة تنشأ يعني في الذهب وفي الزينة والحلية، لكنها في الخصام تضعف، إما تأخذها العاطفة أو الخوف أو الضعف. طبعا هذه قاعدة ليست مضطردة ولكن هناك شواذ لهذه القاعدة، يعني هذا هو القول المشهور أن المراد به النساء، وقيل المراد به هؤلاء المترفون الذين يعني يريدون أن يحلوا محل من اختارهم الله تعالى واصطفاهم صلوات الله عليهم. نعم أبو جود، أبو جود من الديوان يتفضلوا. نعم تفضلوا. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. دكتور أريد آية تدل على وجوب الخمس. يعني الآية واضحة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره، واضحة صريحة، وكلمة غنمتم من شيء عامة ليست خاصة في الحرب، لأن كل شيء يقطع ما قاعد أسمع. الآية صريحة تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية، وغنمتم يعني كسبتم وليس خاصة بالحرب، بدليل أنه سموا الغنم غنما لأن صاحبها يغنم، لا أنها تحارب أو يؤتى بها غنائم، لا، صاحبها يغنم يستفيد منها كثيرا. فمن هذا الباب واعلموا أن ما غنمتم من شيء عام، كل شيء تكسبه. على كل انتهى الوقت، إذا لم تصل إليك الإجابة كاملة بإمكانك تعيد السؤال في الحلقات القادمة. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.